الله يمسيه بالخير الجميع. احنا بدنا نحكي باللغه العاميه لغه البلد. احنا بشرفنا دائما انه نكون على اتصال مع الشقران، نسب وغير نسب، هذا واحد. معروف الشقران من حدود سوريا للعراق، عائله كريمه وعائله فاضله. فاحنا جينا على نيه انه انا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وان اكرمكم عند الله اتقاكم، هذا واحد. اثنين، الله تبارك وتعالى يعني بيقول بالحديث، بالحديث النبوي بالذات، بيقول تزاوجوا وتكاثروا اني مباه بكم الخلق يوم القيامه. وهي سنه الله في خلقه، والنسب قائم بيننا وبينكم من زمان. احنا بنحكي بايجاز مشان ما نطولش على حدا اللي وراه سابق او شيء. فاحنا جينا نجدد النسب لابننا استاذ منصور اخو يوسف على كريم. والباقي عندك استاذ ديفا. اهلا وسهلا. في هذه الليله المباركه نتشرف بالجاهه الكريمه ومن جاء معهم ومن استقبلهم من أقاربنا وأقاربكم وجيراننا وجيرانكم وأحبائنا وأحبائكم، فأهلا وسهلا بكم بما جئتم من أجله. وهذه سنة الحياة، والزواج أفضل سنة سنها رب العزة وتعالى على وجه الأرض للحفاظ على النسل ولدرء المفسد. فشرفتونا وطلبكم إن شاء الله مجاب. وانا ما يعني احنا اللي عندنا بنقول كل امنيات التوفيق والسعاده للعروسين بما يرضي الله وبما اراده حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال لنا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وما سمعنا عن هذا الشاب ابن اخيه الا كل خير وكل سمعه طيبه. فنتشرف بتجديد النسب مع شيرتنا، ونحن بيننا النسب قائم وعلى ما أعتقد أكثر من 100 عام. فأهلا وسهلا بيكم بما جئت فيه، وشرفت وإشرف فنجان الجاهة وفنجان الكرامة، وطلبكم إن شاء الله مجاب، والفاتحة على نية التوفيق.